بريزنت الارهاق اللي عند اللعيبه عشان ما تضمنش كل 72 ساعه مستر سيلاد هو لازم يدخل عنصر جديد، العنصر الجديد ده لازم كمان يوقف على حيله، لازم معسكر لنفسه ومخيل نفسه ومهيئ لنفسه كان الماتش هيلعب وكان حلو بقى، انا بعرف النادي الاهلي بيروح على حيله. الف مبروك المنتخب مستر سيلاد.